أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. كشفت مصر عن أول مدينة أثرية مفقودة يعود تاريخها إلى 3000 سنة، والتي كانت تسمى صعود أتون إبان عهد الملك أمنحتب الثالث. ووصفت البعثة الأثرية المصرية هذا الكشف الأثري بأنه الأهم في تاريخ البلاد بعد مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وأن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر. بدأت شركة تركية بتصدير منتجاتها من غرف التعقيم المسمى أنفاق التعقيم للمساهمة في دعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، حيث تمكنت الشركة من تصميم نفق للتعقيم يمكن وضعه عند مداخل الفنادق ومراكز التسوق لتوفير حلول فعالة للقضاء على الفيروسات والبكتيريا التي قد تكون عالقة على الأشخاص القادمين من الخارج. ويقول فؤاد كات مالك الشركة إن المنتج يقضي على نحو 150 نوعاً من البكتيريا والفيروسات بينها كورونا، وأنه حقق نتائج إيجابية للغاية وحظي بإعجاب المستخدمين، مبيناً أن المواد المستخدمة في التعقيم لا تحتوي على كحول ولا تضر العينين ولا الجسم. بدأت منظمات المجتمع المدني بتزويد المستشفيات في تونس العاصمة بوجبات الإفطار المجانية خلال شهر رمضان، كما بدأ المتطوعون العمل على ترتيب وتنظيم الحملة التي تتضمن توزيع صناديق تحتوي على وجبات الطعام وتوزيعها على المرضى والكوادر الصحية. وقالت داليندا الطرابلسي وهي إحدى المتطوعات إن الظروف كانت سهلة قبل انتشار فيروس كورونا، حيث يتوفر الكثير من المتبرعين للمال أو الطعام، أما الآن فلم يعد هناك الكثير منهم، لكننا، تقول داليندا الطرابلسي، نحاول قدر المستطاع دعم الكوادر الصحية ومرضى فيروس كورونا. ختم فتى يبلغ من العمر 12 عاماً في مدينة دويسبورغ الألمانية القرآن الكريم كاملاً بتلاوة واحدة، وأتم محمد طلحة قورت حفظ القرآن الكريم في معهد جامع مولانا خلال 2.5 عام. وعبر قورت عن سعادته إزاء ختمه القرآن الكريم بتلاوة واحدة، فيما دعا الشباب إلى المبادرة لحفظ القرآن الكريم. كشفت شركة سكاي شاتل بي واي دي الصينية النقاب عن أول نظام نقل بالسكك الحديدية دون سائق. وقال ليانغ لي تشونغ نائب مدير التشغيل والإدارة في الشركة إن فترة التصنيع أقصر وبكلفة أقل، ويعمل نظام حجز التذاكر فيه على نظام التعرف على الوجوه، كما أن مستوى الضجيج الصادر عنها منخفض أيضاً. تمكن العالم التركي سرحات جمركتشو في أحد معاهد البحوث بالولايات المتحدة الأمريكية من تطوير دواء كشفه للمجتمع الطبي العالمي يمكن أن يقضي على فيروس كورونا عند الإنسان خلال 48 ساعة. وقد طور مع فريقه في لوس أنجلوس طريقة للعلاج على شكل بخاخ يهدف إلى القضاء على خلايا فيروس كورونا، حيث تقوم الطريقة الجديدة على استخدام الإنزيمات البروتينية لفيروس كورونا.
يستعد محطم الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال تاكيشي شيراكوا الذي يبلغ من العمر 72 عاماً لتحديه الرياضي القادم، حيث يتدرب شيراكوا الذي يتمتع بخبرة في البطولات لعقود من الزمن للمشاركة في بطولة العالم. ونجح شيراكوا مؤخراً في تحطيم رقمه القياسي العالمي للفئة العمرية 70-79 عاماً بتمارين الضغط، رافعاً وزناً وقدره 122 كيلوغراماً في بطولة وطنية أقيمت في اليابان. نجح الطالب التركي بالمدرسة الثانوية بولاية أسكي الشهير خالد يلدرم في تطوير كلب روبوتي متعدد الأغراض يمكن استخدامه في مجالات عدة. وأراد يلدرم الاستفادة من الوقت الذي يقضيه في المنزل خلال فترة وباء كورونا، فقام بدعم من معلمة تقنيات الحاسب الآلي في مدرسته بالبدء بمشروع تطوير الروبوت، وقام بتصميمه وصنعه بنفسه. ويتميز الروبوت بإمكانية رفع قدرته وكفاءته، كما يمكن فك وإعادة تركيب جميع مكوناته، ويتميز بإمكانية استخدامه في مجالات عدة في الوقت نفسه. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. تربية الحلزون في تونس من أجل المال والصحة والجمال. تعد تربية الحلزون إحدى القطاعات الواعدة في مجال تسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية في تونس، والتي باتت تنتشر في المناطق الريفية ذات المناخ المعتدل بالبلاد. وبالرغم من أن الحلزون حيوان ضعيف البنية، لكن فوائده الغذائية والتجميلية كبيرة وكثيرة، ولعل ذلك ما جعل الشاب فاتح الشرطاني يقبل على مشروع تربيته. يقول فاتح إنه يضع الحلزون في غرفة مغلقة يوفر فيها كل الظروف الملائمة للتزاوج والتكاثر، ومن ثم يتم نقله إلى الطبيعة، فيبقى بين الزرع مدة 8 أشهر يتغذى فيها على ما يتم زرعه خصيصاً له من خضروات ورقية. وأشار فاتح إلى أن أبرز معامل التجميل تعتمد على تحويل المادة اللزيجة التي يفرزها الحلزون إلى مراهم تخلص الإنسان من آثار الجروح وتقضي على عيوب البشرة بشكل أسرع، بجانب مستحضرات أخرى لتجميل البشرة وشدها أكثر والتخلص من البثور وتنظيف الوجه من الأعماق. وبحسب دراسات علمية، فإن الحلزون يعد مصدراً لمنافع غذائية كبيرة، إذ يحتوي في لحمه على نسبة من البروتين والمعادن، كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.
السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حابين نحكي معكم عن حماية الأسنان، سواء اللبنية منها أو الدائمة. طبعا من أجل نحمي أسنان أطفالنا اللبنية من النخر، أول شغلة هي طبعا تبدأ عند الأهل، يعني قبل الذهاب إلى الطبيب الحماية الأساسية هي الأهل، وهي تبدأ بعملية تفريش الأسنان من الصغر. وطبعا إضافة إلى التفريش بدنا نخفف الأطعمة السكرية، سواء الحلويات أو المصاص أو السكاكر والشيبس، وخصوصا المشروبات الغازية. المشروبات الغازية لها ضرر كتير كبير على الأسنان، منها اللبنية أو الدائمة. من المواد اللي ممكن تخفف من احتمالية حدوث النخر للأسنان اللبنية منها أو الدائمة هي الفلورايد. الفلورايد بيوجد بأشكال كتيرة، ممكن يتواجد بقلب المي، في بعض الدول بتضيف الفلورايد لداخل الماء، وممكن توجد داخل الحليب، وممكن تكون على شكل حبوب، وممكن أيضا تكون على شكل مضمضة. ولكن أفضل طريقة للفلورايد هي الجل، بحيث بيقوم الأهل إذا كان طبعا الأسنان ما فيها أبدا نخر الذهاب لطبيب أسنان الأطفال لوضع مادة الفلورايد. بتجي على شكل قالب يوضع بداخله مادة الفلورايد وتطبق من دقيقتين إلى 4 دقائق. هاي العملية بتخفف احتمالية حدوث النخر لنسبة قد تصل ل20%، وبالتالي تكرارها كل 6 أشهر بشكل دوري مع المحافظة على الفرشات وتخفيف الأطعمة المضرة بالأسنان بتخفف احتمالية حدوث النخر بنسبة كبيرة جدا. طبعا من المواد الموجودة والكتير العالم تجهلها، ربما يمكن لأنه مادة جديدة، هي منسميها بالعربي المادة السادة، أو تعرف بالفيشر سيلانت. المادة السادة هي عبارة عن مادة كحشوة ولكن دون حفر الأسنان، طبعا لا توضع سوى على الأدراس الدائمة أو الضواحك الدائمة، يعني على اللبنية من دائما نذهب باتجاه الفلورايد، أما بالنسبة للأدراس الدائمة منحاول نذهب باتجاه المادة السادة. وهي مادة توضع داخل تجاويف السن، فالنخر عادة بصير دائما داخل تجاويف الدرس، فالدرس عادة فيه تجاويف كتير، ووقت بيصير بيدخل فيها الأكل وما بيتفرشها، هذا الشيء بيخلي إلى عملية حدوث النخر. فبالتالي إحنا لما منطبق المادة السادة ومنمنع يفوت الأكل داخل السن منخفف احتمالية حدوث النخر لدرجة عالية قد تصل في بعض الأحيان ل 80 أو 90%. طبعا ولكن مشكلة هذه المادة إنه مدتها قصيرة، فهي فقط من 2 إلى 5 سنوات، فبعد حتى 2 سنين قد تبدأ
يعني رويدا رويدا بالتكسر والتلاشي. فدائما ننصح الأهل بوضع هذه المادة كل سنتين. يعني خلينا نتخيل لحنا عنا إذا وضعنا لكل الجيل القادم من هذه المادة نتخيل جيل خالي النخر. فننصح الأهل بالشكل العام بالذهاب للطبيب سواء لوضع مادة الفلورايد بالأسنان اللبنية أو المادة السادة بالأدراس الدائمة. وشكرا لكم والسلام عليكم.